حلبية 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 ونحن رجال الحلبية بدنا نسقط النظام والطيارة الروسية نصرك نصرك يا الله تكبير طبعا نحن بعد 5 سنين من الثورة وبعد هدنة صغيرة صارت وتوقيف قليل من النظام على آلة الخط تبعيته بنشوف ملاحة عودة مظاهرات سلمية مثل ما بلشت الثورة وهي ثورة شعبية طالب بإسقاط النظام فقط لا غير وبلشت سلمية وراح تنتهي سلمية وراح تنتهي بسوريا وحدة بإذن الله قائدنا للأبد سيدنا محمد قائدنا نحن حاليا بمناسبة احتفالية الذكرى السنوية الخامسة للثورة السورية في سوريا بشكل عام عم نسوي مظاهرات لنأكد نحن انه لسه نحن مطالبنا موجودة مطالب الثورة الأساسية لسه موجودة لازمنا نريد اسقاط النظام لازمنا نريد اسقاط كل الطغاة نحن شعب حر ان شاء الله وسنبقى حر الى الابد المشاعر الحقيقية لهذه الثورة العظيمة لثورة سورية بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن نقول للعالم كل العالم هذه هي ثورتنا بسلميتها بحناجر أصحابها ونقول للعرب إذا كنتم تخليتم عنا وللعالم الغربي وللأمم المتحدة إذا كنتم تآمرتم على الشعب السوري فإن الله سوف ينصره وإن انسحاب روسيا من سورية ما جاء إلا رغما عنها لأن الدب الروسي لا يعرف إلا الإجرام ولا يعرف إلا الدمار ولا يعرف إلا القتل هذه هي حناجر أبنائنا في سوريا تصبح تطالب بالحرية والكرامة وتطالب برفع الظلم عنهم والله سوف ينصرهم إنه على كل شيء قدير ويا بشار ونحن اجلب عنا جباري بدك تقلب زمن صحوي لا تستغرب زمن قوة وانتصار ويا بشار وحوش الغاب لسه ما صفوا الحساب وحاشيتك كلهم قلاب وانت بينات الاحمر وجيش الفتح يا ابي دمر جيش البغي نحن رجالك يا علي جاي يوم الانتصار صامت يا بشار وجيش الفتح يا ابي دمر الجيش البغي نحن رجالك يا علي جاي يوم الانتصار صامت يا بشار وجاي لك بابا عامر جاي والله النصر نحن رجالك أباكر جاي يوم الانتصار نجاح العطار صامت يا بشار ونحنا ما نحتاج النيتو نحنا نجيبه من نص بيته يا ريتو يفهم يا ريتو شو معنى كلمة سوار صامت ماي 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 ونحنا ما نحتاج النيتو نحنا نجيبه من نص بيته يا ريتو يفهم يا ريتو شو معنى كلمة سوار ساقط ساقط
تفهم مني يا خيي، والله اساس القضيه بدها تقوى يا سوار. الله وصيكم وصيه وفهم مني يا خيي، والله اساس القضيه بدها تقوى يا سوار. وقف ايدك عن الحرام بعد ما يفيد الملام، اوعدكم من الظلام بدها تقوى يا سوار. وقف ايدك عن الحرام بعد ما يفيد الملام، اوعدكم من الظلام بدها تقوى يا سوار. ونحنا اماني عندك بالثورة مانك وحدك، بشر مانو من قدك بدها تقوى يا سوار. ونحنا اماني عندك بالثورة مانك وحدك، بشر مانو من قدك بدها تقوى يا سوار. يا الله الشعب اعزل، يا الله ويا الله معنا، يا الله عدية العدية مدينة الغوطة الشرقية سوريا كثير نرجع لأيام السرية الأولى صوف. ويلا ارحل يا بشار، لك يا بشار وحاجة تدور، دمك بالغوطة مهدور، خطأك منه مغفور. يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، لساك المدة حرامي، شالي شو ماهر ورامي، سارقت اخواني وعمامي. ويلا ارحل يا بشار. كل عام وانتم بخير، الثورة مستمرة بإذن الله، ان شاء الله عن قريب سيحل الفرج على بلدنا سوريا. سوريا موحده، سوريا بكافه اطيافها ستنتصر باذن الله تعالى. الثوره مع المحافظه على ثوابت الثوره، سيتم بناء الدوله بعد ما دمرها النظام، بناءها بشكل مؤسساتي، سنبدا من القاعده الى الهرم وليس بالعكس. ان شاء الله كل عام توفيق. قرب يخلص عد من الليل، علوا الهمة وشدوا الحيل، قرب يخلص عد من الليل، يا ظالم جايك الويل، يا اللي بيقتل شعبه خايف. في الذكرى الخامسة للثورة نقول أولا الرحمة لشهدائنا والحرية لمعتقلينا والشفاء العاجل لجرحانا. تلك الثورة التي فجرها أحرار سوريا، ثورة الحرية والكرامة، ثورة الحق والعدالة. هذه الثورة اليتيمة التي تكالبت عليها جميع أنواع الأمم وتخلوا عن الشعب السوري فقط لأنه نادى بحريته ونادى بكرامته. اليوم نرسل رسالة لجميع العالم ولهذا المجرم بشار الأسد ونقول له نحن مستمرون في ثورتنا، مستمرون حتى إسقاط هذا النظام بكافة رموزه ومرتكزاته. اللعنة
هناك يساري صار الليل وساري صار الليل وساري صار الليل واللي حسك طيب تم تحرير دوديان من الدواعش والحمد لله هي منطقة آمنة هلاك وما فيها أي شيء وعم نفكك أنجاسهم ألغامهم وأوساخهم اللي تركوها بهالضيعة كانت آمنة ومحلاها بالسنة والسخوها بكل شيء بالألغام عم نلغم البيوت كلها أكثر بيوت عم نجي عليها من نقرب على البيت عم ينزل كلها على الأرض يعني عم نسوي شغلات ما برضيها لا رب العالمين لا برضيها عبد لا برضيها حدد